السلام عليكم، مساء الخير جميعا. طيبين طبعا، طبعا مكالمة الجماح قلت الغيار شتو اخذت، لقيت الغطاء حق البنزين ومفتاح، هذا سعره مع الضريبة 100 ريال، عرفت شلون؟ هذا رقم الغطاء وهذا الغطاء شتو كيف. طبعا الغطاء ما اخذ منه الجماح اصلي، هذا الغطاء هذا رقمه، صنع في المكسيك، مكتوب على الغطاء نفسه. هذا المفتاح شتو، هذا على الغطاء مسجل، حتى طباعة على الغطاء ولزقة كلها، وصنع في المكسيك شتو شلون. مفتاح الجماعة اثنين مفتاحين، طبعا نفس اللي في السيارة بالضبط، عرفت شلون؟ نفس السيارة بالضبط، الحمد لله. هذا اللي أهم شيء عندي، لأنه صراحة مهم جدا مفتاح، لكن هذا هو، وهذا سعره، هذا الرقم حقه. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. طيبين، بخصوص خط التانكي الجموس والتاهو موديلات 2007 إلى 2014، يعني أشوفها عيب، فيه مشكلة يعني صراحة، هذا يعتبر مشكلة وعيب. الغطاء باب التانكي طبعا ما في قفل، هذا الغطاء يطلع معي لا قفل ولا شيء، يعني لو جي واحد يرمي في التانكي رمل الله يكرمكم، يرمي يحط نار يشتعل السيارة، أو يحط في رمل يخرب الطرمبة ويخرب عكس السيارة، يعني بالله المصنع حط لي الاستبنة قفل المفتاح والتانكي ما حطوا له، ومع ان التانكي اهم عندي من الاستبنة، يعني الاستبنة والله اخر همي. لكن الحل، رحت واشتريت من الوكالة الجميح غطاء تانكي بمفتاح، هذا هو طبعا أصلي وكالة، هذا الكتاب عليه مكسيكي، هذا كرت كيسة، حتى مكسيك مكتوب على الكيس، نعم، ومكتوب على الغطاء بعد طبعة شتو مكسيك. طبعا أنا قارنته مع هذا حق السيارة القديم شتو، هذا الجديد نفسه بالضبط، وكالة نفس كل حاجة شتو كيف، ما في أي اختلاف، عرفت شلون؟ ما في اختلاف، الله من اللون بس ولا الشكل نفسه بالضبط شتو كيف، نفس الثانية هذه اللي هنا موجودة، نفس السيستر الداخلية شتوها، هذا القديم وهذا الجديد نفسه بالضبط شتو كيف، هذا القديم اللي في يدي الاصفر هذا، وهذا الجديد شفتوا كيف، يعني ما في اي اختلاف نهائيا، حتى الربلة الداخلية، حتى الجزء الداخلية كلها، الفرق الشكل الخارجي فقط. وهذا المفتاح، هذا اضمن، ركب ذا الحين ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس، بعدين يعني لو الحين ايش مقفل، الحين مقفل، شو المفتاح شو الحين، خلاص تدريجها افتحه، الحين فتحته شفتوا كيف. طبعا الطقه هذه عم ندني المسك، الحين بربطه المفتاح، اربط مسك قفل المفتاح، قفلته طلعت المفتاح، شوف خلاص كذا، يعني ابن امه ما يفتح، خلاص هذا المفتاح حافظ عليه وخلاص كذا، ما عاد يشد، خلاص معناته خلاص تقفل كذا، خلاص يعني معناته مسك، هذا الحل وخلاص كذا، باذن الله نضمن ما يجي شيء. السلام عليكم.